هون عندنا اخذنا البوما 560. هلا ما بنينا البوما 560 احنا نفسنا، اخذنا موديل للبوما 560 موجود في داخل الروبوتكس تول بوكس بصير. بس الاصطلاح الوحيد هو عاكس بعض الزد، فبدكم تنتبهوا لما يعكس بعض الزد، بعض الزوايا بدل ما تكون من ناقص 45 لزائد 225 ممكن تصير من زائد 45 لناقص 225. فاهمين الزد تبعون البوما؟ مش احنا كنا بنحطهم باتجاه معين، كان سهل اني اعكسهم. زد 1 زد 1 كانت لفوق، متذكرين؟ زد 2 كانت هيك، زد 3 كانت هيك. هلا هذه ما فيها مشكله، اذا عكسوا ما فيش مشكله. هلا هون رح نبدا نعمل هذا، رح ناخذ الموديل اللي موجود، فرح نعمل انستنس في كلاس اسمها اظن بوما 560، هيها بي 560، رح نستعمل الموديل بي 560. بعدين هون رح نستعمل فايندر فور. هلا بنفس الموديل هذا مخزن شيء اسمه كيو ار. ايش كيو كان؟ متذكرين كيو الزاويه؟ جوينت جوينت سبيس بوزيشن، يعني قيم معينه للثيتا بتعطيني بوز معين. متذكرين ايش كيف نكتب كلمه بوز؟ بوز مش هذا معناها شيء ثاني. ايش معنى هاي البوز؟ يعني يتوقف للحظه او شيء مش هيك، بس احنا مش هاي عم نحكي عن بوز. بوز وين بنحكي عنها؟ لو اخذت صوره لزميلك مثلا، هذا مش بيعمل بوز معين؟ هذه هي البوز، هيك قصدنا بالبوز. مين اللي عمل جنريشن لهاي البوز في الروبوت، في الروبوتيك ار؟ ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3. فاحنا اخذنا كيو ار بتمثل بوز معين، فكيو ار تتناسب مع بوز معين. يعني اذا ظبطت الجوينتس كلها اعطيتهم الكيو ار، طبعا هذه فيكتور مش هيك؟ ايش الدايمنشنز تبعته بهاي الحاله؟ 1 باي 6 مش هيك؟ اوكي يكون فاهم؟ كيو ار راح يكون عباره عن ثيتا 1 ثيتا 2 قيم لثيتا 1 ثيتا 6، هذه 1 باي 6. فهذا الفيكتور بيمثل بوز، فبدل ما انا اغلب حالي واقول لك والله البوم بيكون هيك عامل ايده، بريح حالي شو بحط؟ بحط القيمة دول، إذا حطيت القيمة دول بعطيني قيمة هذا البوز. ففي عندي هون بوز معين اسمه كيو ار. فورورد كينماتكس بعطيني تي، شو تي؟ كابيتال تي هون؟ ترانسفورميشن، الهوموجينس ترانسفورميشن اللي بتحط بتطلع البوزيشن والاورينتيشن تبع التول بالنسبة للبيس. وبعدين رح نعمل بلوت. هلا شوفوا شو رح نعمل، رح ناخذ هلا اللي رح نعمله الان، لاحظوا تي 1 4، شو يعني كابيتال تي 1 4؟ ايش هذه؟ هذه هي القيمه. انا بستخرج سكيلر عمالي من ماتريكس، سكيلر من ماتريكس، فبقول له اعطيني الاليمنت اللي بالرو الاول والعمود الرابع، واللي بالرو الثاني العمود الرابع، واللي بالرو الثالث العمود الرابع. شو هم هذول الثلاثه اليمنتس اللي بالرو الاول والثاني والثالث بالعمود الرابع بتي؟ متذكرين شو هم؟ هاي كانت اورينتيشن، هذول الثلاثه كانوا هم البوزيشن. فعمالي بقول له استخرج لي القيم الثلاثه هذول اللي ايش بيمثلوا؟ بيمثلوا البوزيشن تبع التول الاند افكتر. البوزيشن مش الاورينتيشن، الاورينتيشن محصور هون بهاي مش هيك؟ مضبوط متذكرين؟ فهذول الثلاثه، فانا هون عمالي بقول اعطيني اكس واي وزد تبعت الاي تبعت التول بالنسبه لل، لو رجعت لاحداثيات البيس وطلعت على التب تبعت التول، لو هذا كان مفك طلعت التب، مش هذا له اكس واي وزد باي فضاء؟ الفضاء العالمي اللي هو تبع البيس. فهذه تي هلا لما بعملها هون فورورد كينماتكس بتعطيني هاي، وبطلع هذول، بعدين راح اعملها بلوت كنقطه، ممكن كان اعملها بلوت ك كروس او كبلس او شيء. ماركر سايز، وهذا حجم الماركر من هون. اللون زي ما قلت لكم انا بعرفش اللون ليش عماله بيطلع لها الوان مختلفه. وبعدين هون بنمسك الهاد، بعدين بنعيد العمليه هاي. هلا نعم بتحط في رمز عشان الالوان، في رمز تمام، بس ليش اللون عماله بتغير؟ انا ما غيرت شيء هون، ليش ما ضل يعمل بلوت بنفس اللون؟ فاهم علي؟ اوكي طيب، الكل فاهم هذا الكوماند؟ ايش الكوماند؟ بلوت 3 يعني بلوت ان 3 دايمنشنال سبيس. Plot in three dimensional space the point that has the coordinates x, y, z using a marker, a dot marker والسايز، وكان كان نحط الكلر. لو حطينا ماركر كلر بين سنجل كوتس وبعدين حطينا اللون بيقدر يعطيني لون معين او شكل معين او شيء، كل الاشياء هاي المختلفه. اذا هذه عباره عن plotting a point في three dimensional space، لانه من وين عرفناها 3؟ من الثلاثه. هولد اون يعني بيمسك لي الفيجر وبيخليه ما بسكره، بخلي الفكرة عشان ارد
ارسم عليه، والا كان راح يسكره ويفتح واحد جديد لما بعمل بلوك. بس انا البوينتس هاي كلها تيجي على نفس هذا، اوكي؟ فالكل فاهم هذا الانستركشن شو بعمل؟ هذا الانستركشن بيستعمل الميثود، شو الميثود؟ فورورد كينيماتكس اون ذا اوبجكت اللي له الكلاس روبوتك ارم او سيريال لينك يوزنج البارامتر اللي هو البوز اللي هو ثيتا 1 لثيتا 6 وبعطيني الهوموجينيوس ترانسفورميشن اللي بتعطيني البوزيشن والاورينتيشن تبع التيب تبعت التول بالنسبه للبيس. كل فاهم هذا الانستركشن تي؟ طبعا هم ما بعطينيش تي ما بطبعهاش بخليها عشان يوفر بالوقت. هذا هو الموديل راح ياخذ موديل اسمه بوما 560 من هذا راح يعمل له جنريشن راح ياخذه. بعدين عندي جريد هون بس طبعا الجريد تاعنا هاي. هلا اللي بنعمله في المونتي كارلو سيميليشن، فكره المونتي كارلو سيميليشن هي طريقه حتى اخذ عدد كبير جدا من السامبلز واجربها. راح تلاحظوا هون في زوايا، هاي الزوايا لها سبب وهي الزوايا تبعت البوما 560. راح اكتب الزوايا هذول هون حتى تفهموا من وين اجوا. الرينج تبع طبعا هذا حسب الكونفنشن تبع الزد زي اللي هون. يمكن لو انتم بنيتوا راح تلاقوا الكونفنشن ينعكس الزاويه ها؟ حسب اتجاه زد. مش كنا زد 1 احنا عملناها لفوق، هون في هذا الموديل ممكن يختلف شوي راح تشوفوا ليش. هلا ثيتا 1 الرينج تبع ثيتا 1 ثيتا 1 بتتراوح من 160 درجة لناقص 160 درجة، شو ثيتا 1؟ الرئيسي، الرئيسي اللي هو بلف حوالين نفسه ها؟ الرئيسي اللي فوق البيس. ثيتا 2 كانت الشولدر، ثيتا 2 بتتراوح من ناقص 45 ل 225 نفس الشيء زي ما حكيت لكم بيعتمد على زد زد 2 انه الزاويه ناقص 45 معناها هو عاكس زد 2، زد 2 طالع من الصفحه مش عكس اللي لانه لما كان زد داخل بالصفحه كانت 45 بلس 45 ناقص 225 كله بيعتمد ايش؟ اذا هاي الرينج او الليمتس هذول الليمتس وهذول الفيزيكال ليمتس ما بسمح لي اني اتجاوز ما بقدرش اتجاوز. وبعدين عندي ثيتا 3 تتراوح ما بين القيم ناقص 225 زائد 45 فهون اظن ثيتا 3 هو عامله داخل الصفحه. مش كان عندنا احنا ثيتا 2 شولدر والبو فالالبو داخل بالصفحه لذلك 45 بهذا الشكل وهي الدرجات. بعدين عندي هلا ثيتا 4 ايش كان ثيتا 4 متذكرين؟ شو سميناه؟ بداية الريست الريست سفيريكال ليست في ثيتا 4 في لف لف ثيتا 5 بعمل هيك وثيتا 6 ريفوليوت كلهم ريفوليوت بس ثيتا 4 وثيتا 6 انيشالي راح يكونوا الايند فثيتا 4 من 170 ناقص 110 ثيتا 5 ناقص 100 زائد 100 هي كانت هاي فكانها بتنزل 100 لتحت وتطلع 100 لفوق فالرينج تبعها مش 360. وبعدين عندي اخر شيء ثيتا 6 هلا لاحظوا ثيتا 6 في شيء انترستنج فيه ماينس رح تلف اكثر من لفه كامله ناقص 266 زائد 266 درجه فهي بتلف اذا جمعنا هذول الرقمين بيطلعوا اكثر من 360 فبالتالي بقدر يعني كانه عندي التول هاي بقدر الفها اكثر من لفه كامله بس طبعا في ليمتس خلص اذا وصلت لناقص 266 هي هدول هدول راح يكونوا هم الليمتس تبعت هدول. هلا بدي اعمل انا جنريشن لراندوم نمبر راندوم نمبر من هون راح يعطيني الرقم من صفر لواحد راندوم اوكي راندوم نمبر راح اضربه في الرينج كله كامل هذا اللي هو مثلا تبع الزاويه الاولى 160 زائد 160 راح تعطيني 320، 320 بضربها في الراندوم نمبر بعدين بطرح منها 160 فبترجع رقم راندوم من ناقص 160 لزائد 160. هاي نفس الشيء بطرح منها 45 بترجع رقم راندوم من ناقص 45 لا لانه لاحظوا لما تكون راندوم زيرو ايش راح يصير بهذا الترم؟ ايش اقل رقم راح يطلع؟ ناقص 160، لما تكون راندوم واحد اللي هو اكبر رقم ممكن واحد في 320 320 ناقص 160 اعطتني زائد 160 اذا هي راح تتراوح من ناقص 160 لزائد 160 هذه الايكويشن هون هي طريقه اني اعمل جنريشن لراندوم نمبر ايش الرينج تبع الراندوم نمبر هذا؟ بالحاله هاي من 0 ل 1 من 0 ل 1 يونيفورملي ديستريبيوتد شو يعني يونيفورملي ديستريبيوتد؟ يعني ممكن ياخذ اي قيمه ايكولي ما بين 0 و 1
اذا بتطلع على فكره على الاله الحاسبه في كمان عندكم وسيله على الاله الحاسبه تعمل جنريشن للرقم بيطلع 3 ديسيمال بليسز بيطلع مثلا 0.532 على الكاسيو على الاله الحاسبه الكاسيو ونفس الشيء هون حاطين نفس الارقام اللي هناك حاطيتهم هون فهذا لما بعمل الان هلا عندي هون كم سامبل راح اعمل جنريشن راندوملي راح اعمل انا هون راح اخفف هذا الرقم عشان ما يطولش هلا معنا لما نعمل له ران راح اخليهم 100 بس ف 100 سامبل فهذول راح نعمل 100 سامبل من هون هاي هون عندي راح يطلع جوينت سبيس يمكن كان الاحسن نسميهم كيو 1 اوكي ما بيفرش بيطلع عندي هي بيطلع عندي هذه عباره عن كيو فراح اخذ الكيو اللي طلعت معي واعملها بلوت شو بيعمل؟ بيعمل بلوت هذا هون ميثود الميثود بيشتغل على الكلاس سيريال لينك هذه انستنس من الكلاس سيريال لينك اسمها P560 بيعملها بلوتنج بس لازم ابدي له بارامترز ايش البارامتر اللي بدي له اياه؟ الجوينت سبيس فاليوز بيعمل له بيعمل بلوت لبوز معين لهذا الكود هلا بعدين بستخرج منه التي تبعت هذا الفورورد كينماتكس ها التي هي وسيله حتى استخرج الاورينتيشن بعد ما استخرجت الاورينتيشن من تي شو طلعت؟ الاكس والواي والزد طلعتها من هون طلعت معي الاكس والواي والزد وعملت لها بلوتنج كنقطة من هون ماركر سايز هلا هاي ممكن تبطئ العمليه هون بالملي سكند اظن هاي بالسكند فبتكون 0.05 يعني 5 ملي سكند بس انا هون لابيها اظن كان بطيء هو اصلا اذا عملنا هيك ببطئوا اكثر من هلا بنشوف وبعدين الكل فاهم الكود اوكي واضح التكست كبير بحيث انكم تقدروا تقراوا هلا راح اعمل له رن وحشوف فعليا هو كيف يتحرك المفروض هلا هون البلوت هي انا عامل له بي 560 من هون المفروض انه يرسمها ويكمل بعدها احنا عملنا 100% المفروض يكفوا يعني نلحق نخلصهم اوكي هي عمالكم بتشوفوا طبعا هو في الحياه الواقعيه ما راح ينتقل فجاه من بوز لبوز زي هيك ها لازم انتقل من مكان لمكان جراجولي ما فيش عندي انا هون انا عارف انه هو ما راح ينتقل بهذه الطريقه احنا شو عم نعمل عم نعمل بس انستنس عم بعمل فلاش كل واحده من هذول اسمها ترايل بالمونتي كارلو سيميليشن بلغه المونتي كارلو سيميليشن كل واحده من هذول بنسميها ترايل عارفين ترايلز زي ايش لو انت مسكت قطعه زهر او وصرت ترمي بقطعه الزهر مش كل مره بيطلع معك رقم بتسجل الرقم اللي طلع معك لو عملت 10000 قديش تتوقع عدد المرات اللي بيطلع فيها خمسه مثلا رقم خمسه المفروض يكون 1 على 6 مش هيك؟ نفس الشيء احنا عم نعمل هون هلا انت ما بتعرف البروبابيلتي بس انت لو رميت الهاي 10000 مره ووجدت بتقدر تلاقي البروبابيلتي انه يطلع على وجه الزهر واحد الرقم 6 او الرقم 5 لو عندك قطعتين زهر شو بتصير تعمل؟ بتصير تلمهم شو احتمال انه يطلع مجموع الرقمين 7؟ بتعرفوا تحسبوه؟ اوكي بدي اشوف هلا ممكن واحد بيعرفش البروبابيلتي بيريح حاله شو بيعمل بيستعمل المونتي كارلو سيميليشن بصير يرميهم 10000 مره بيعملهم طبعا سيميليشن بالماتلاب ما بيرميهم حقيقه وبصير يجمع بشوف قديش عدد المرات اللي طلع المجموع 7 بقسمهم على عدد الترايلز هذه اسمها هذول كل واحد من هذول اسمها ترايل هاي هي فكره المونتي كارلو سيميليشن لها تطبيقات هائله جدا في الاقتصاد وكل التطبيقات هلا احنا ما عملناش غير 100 ما بينت معنا الدائره اوكي هلا لو زدنا الرقم وطبعا واذا زدت الرقم وبعدين راح احاول ازيد الرقم واشوف هلا صعب يبين معي هون يبين معي الفتره الفاضيه هون بس لو عملتها ل 10000 راح تشوفه يبين معنا هلا راح اعمله هون راح اعطيه شويه اكثر وبعدين ممكن نطلع على نطلع على البلوت اللي عملناه قبل شوي فلو زدنا مثلا هذه هون نزيدها ل 10000 راح نخليها يعمل رن هلا طبعا احنا اذا بدنا اياه ينتقل من مكان لمكان شو لازم نعمل؟ لازم نعمل تراجكتوري بلاننج او باث بلاننج ها والباث بلاننج شو بدي احدد؟ الباث بلاننج بدي احدد القيم المختلفه لثيتا 1 والقيم المختلفه لثيتا 2 ورا بعض ها لما بشغله على ثيتا 1 بعد كيو 1 بعدين كيو 2 بعدين كيو 3 شو بعمل بالنهايه بعمل؟ الكيرف اظن فرجيتكم المره الماضيه مش فرجيتكم الفيديو المره الماضيه اللي خليته يبدا من كيو معينه وينتهي بكيو معينه وبيعمل بلوت بينهم هلا بنفرجيكم اياها اذا هون عم ببين معنا عدد اكبر من النقاط وعمال بعملهم بلوتين كل واحده من النقاط هذول زي ما حكيت راح اكررها مره ثانيه انا ما بقدر في الحياه الواقعيه اخليه ينتقل فجاه من بوزيشن لبوزيشن الانتقال هذا بده تورك وبده زمن وبده سبيد تايم بروفايل احنا هون عارفين انه هذا ما بينتقل هو احنا عمالنا بنعمل جنريشن للنقاط وإذا ضليت أعمل شو راح يبين معي بنتهي؟
فانت هي بسطح كروي اصلا، وهذا السطح الكروي عليه نقاط مختلفه، وفي اماكن معينه النقاط بتكون خفيفه، في اماكن معينه بتكون النقاط فيري دنس. بعدين الاورينتيشن، لو نلاقي طريقه ثانيه الاورينتيشن ممكن نرسم سهم، نطلع من وين نطلع الاورينتيشن؟ من وين؟ من وين بجيب الاورينتيشن؟ من التي بالضبط. بدخل على تي، وايش بعمل بتي؟ بطلع الروتيشن اللي موجود اللي هو باول ثلاثه في ثلاثه اللي موجوده بتي. لو دخلنا على تي من كل فورورد كينماتيك عملناها هون راح يطلع معي هون، هذا بيمثل اورينتيشن. بطلع من هذا الاورينتيشن بقدر اطلع سهم واحد، السهم واحد متجه باتجاه الاكس والواي والزد اللي موجودين هون الزوايا، وبرسم سهم صغير بهذا الاتجاه في 3 دايمنشنال سبيس. لو بديت اطلع راح الاقي كانه عندي فيلد في اتجاهات معينه، بفرجيني وين هو ضعيف الاورينتيشن تبعته وين قوي الاورينتيشن تبعته، بس اصعب هذه نفهمها ونطلع عليها. هون احنا اكتفينا بس في البوزيشن، بس احنا دائما بناكد على حالنا انه الروبوتيك ارم ما له معنى اصممه واشكله بحيث انه حقق لي بس بوزيشن، مش هيك؟ وفي امثله كثيره حكينا عنها، مش هيك؟ لو بدي اركب انا برده ولا اركب مفك ولا بدي افك شيء معين او اعمل شيء معين، ما له معنى تماما انك تيجي بالمره اني اجي اقول انا حققت البوزيشن بس فشلت في الاورينتيشن. والعكس كمان نفس الشيء، حقق الاورينتيشن وافشل البوزيشن مش في المكان الصحيح. اوكي، هي هون واضح بدات تتشكل عندنا الدائره من هون. انا مره ثانيه بقول لكم انا بعرفش الالوان هاي ليش عمالة بعطيني الوان مختلفه، اي دونت نو، ممكن البوزيشن تبعها لانها ما بعرف ارتفاع انخفاضها ما عنديش تفسير لها. ممكن 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 ما بعرف ممكن. هنحاول اعمل زوم او يمكن مش رح يعمل زوم غير ل غير لنخلص. طيب خلينا نوقفه الان. طلع الشكل اللي تكون عندنا هون، خلينا نحاول اعمل زوم اذا بقدر. اوكي هي كويس، هيك صار زوم. خلينا نعملها هاي هون، واذا نعمل شويه روتيشن تقدروا تشوفوا هاي الشكل، الشكل العام تبع هاي. طلع عندي نفس الفكره اللي شفناها قبل شوي، هاي شايفين هاي هون. لو كملت اكثر بس واضح انه هون في عندي دنسيتي كويسه ويمكن عندي ديكستريتي كويسه كمان. بنعبر عنها وبعدين رح نيجي على شيء اسمه المانيبيولابيلتي. المانيبيولابيلتي بفرجيني له علاقه بالسبيد هناك وله علاقه بالسنجولاريتي، بس هون احنا بس عمالنا نطلع على بوزيشن ومش عم نشوف الاورينتيشن، مش واضح عندي الاورينتيشن. اوكي؟